هكذا تعالت حناجر أصوات المئات من شباب بلدية عين الأربعاء بعين تيموشنت في وقفة احتجاجية سلمية نظمت أمام مقر البلدية للمطالبة بعديد المطالب. كل شعب هنايا عنده الحق في التعليم يكون تعليم جيد. أنا التعليم يكون جيد معناتها مشي كاع المدارس يخدموا بنظام الدوامين. مشي كاع المكان يقول كي مدرسة غادي توصل نظام دوامين معناتها راه كاين اكتظاظ في الأقسام. الشيء الثاني ما عندناش مستشفى. حنا هنا رانا كدائرة راه عندنا بلدية تابعة لينا صباح سامور خدايدة هادو راهم بعاد. هذا كي غادي يصرى حادث ولا عليه ايفاكيو حتى للحمام بزاف. هادو ماشي لي فوايو، هادو جامعيين متقفين خادمين الخدمة العسكرية. سوناكاس ما كانش، خاصنا فرح تاع لانام ما ناخذوش الحمام بوحجر، خاصنا فرح تاع لونساج، خاصنا بنك، خاصنا عيط صوالح، رانا مغبونين. لا الواليه تجي العائله ربعه، المطلب تاعنا الواليه تجي العائله ربعه مكرمه معزه. حنا ماشي كلوجاره، مكرمه معزه، نهضروا معاها نقولوا لها شخصنا شخصناش الرياضه ما كاش. المحتجون طالبوا برحيل رئيس البلديه ورئيس الدائره. تحويل القطاعات، انا عمري ما شفت دائره تقوم بتحويل قطاع الى دائره واخد اخرى. حنا كيش حنا مانيش عارفين كيش. درو خويا مطلب الواحد، مطلب الواحد ولو برانسيب، وراه ضامن عليه الشعب دائره عين الاربعاء. هو يسميها بلديه، حنا نقولوا توجور دائره عين الاربعاء. مطلب واحد رحيل رئيس البلديه، هو رحيل شاف الدائره. من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس البلدية ورئيس الدائرة قصد أخذ رديهما حول هذه الانشغالات، غير أننا لم نتمكن من ذلك. من أمام مقر بلدية عين الأربعاء بعين تيموشنت لقناة الشروق نيوز، أمين بالحياة.